درتو هاد الحوايج حتى هو كله درتو الحوايج. المهم عقلو اختي حدا ويلي راه باقي الحوايج وانا جالسه كنقول حيت الاخرين جاوني طوال المجوره الاخرين باقي شلنا ما يتحيد عندك يكون بين شهري انتي باش حيت انا يا اختي حيت انا يا هذا خاص يتبان هي شي حاجه غادي يبداو الناس يهضروا تاني وهذا كتقولوا لي سعيده ما تسوقيش الهضره بنادم. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنى يا ربي تكونوا كلشي على خير وبخير. المهم عرفتوا شنو انا وحق الله جالسه وعجبني هاد الشال كنت دايره ماشي شال زعما الدره هادي ديال الشتله عجباتني نصور معاكم بها واخا هي كتبغي شوفوا راه ما تقولوش ما تقولوش راه عندي باين راه هدرت هاد البودي. المهم ما تنبغيش نبقى نجلس نفكر وهذا اللي دخل الفيديو ديالي ما ينساش انه يضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش يبقى يتوصل باي جديد ديالي. شفتو من قبيله حطيت البوماده ودابا عاد شفتها بعيني حدايا اشوف واحد الحبوبه فين طرقات ليا ندير لها البوماده العينين اختي. المهم جيت باش نشارك معاكم هاد الفيديو هذا في العشيه بحال هكا في العشيه كعارفين يعني كنكون جالسه ما تنخرج ما والو تنقنط في الجلسه صافي كنبقى نفكر نبقش شنو ندير شنو هادي شنو هادي. دابا اختي قلت غادي نوض غادي نقاد دوك سميتو هذوك المجوره وغادي تشوفوا معايا الروينه والنيت راه كيف ما شفتوا راه بدا خشي البرد بدا البرد ديال بصح قلت غادي نوض باش نهبط هذوك المجوره كاملين نشوف شنو نحيد شنو هذا نيت راه شفت شنو راه تيقنطوني تصوروا راه ما تدوروا جيتوا ما تشوفوش اشنو واقع الحرب العالميه وانا ياكم عارفين تتعجبني شي حاجه تكون قاده ومتوله اشو نتا بعد تنبان في الشكل كنت قربت تبان ها نتوما وجهي الحقيقي. المهم هاد الشهر ملي تيبغي دير تيبغي اختي الماكياج وتيبغي شي ميكاب وهذا اختي انا دايره ليكم ملحوسه ما دايره حتى شي حاجه. المهم راه على طبيعتي غير هذا دايره العكر ديال 24 ساعه راه ما تيبانش هو اللي دايره وصافي. وقلت نيت مع راسي اختي دارني وحق الله كنت عاكسه به راسي دارني قلت ما قاده ندير شي شعر واحد اخر صافي نديرو غا هو راه من الصباح هو فاقصني راه كل مره مطيره منه خيط كل مره مطيره منه خيط. المهم اختي دورو معايا تشوفوا اختي جو طيه عارفين داك المثال ديال جاي قادها ورا هي ديالي انا زعما جيت نقادها بهاد المجوره هادي عوار تاني تشوفوا كلهم نصلوا هانتو نصلو دابا عاد قلت زعما غنجبدو المجوره ونقص الحوايج وهكا ونسدو. المهم ها نتوما اللي درتها ها نتوما معايا اختي. المهم دابا اختي غادي نجبد هاد الحاله هادي باش نحيد تتبان واحد العيبه تما بغيتها تبان فوق المجوره صافي ها نتوما دابا ما عرفتش نبقى المهم كاينين شي حوايج ما خصهمش يبانو في لي فيديو هادشي اللي تيقولوا لي اختي البنات والله اعلم انا غير تنتبع زعما نصائح البنات اللي قنواتهم كبار قنواتهم زعما كبر مني تنتبعهم وصافي. هانتو نحيد هاد الحوايج وهانتي اختي هانتوما معايا نشوف كي غندير هاد الروينه. جيتي محمد دير لي الطابله باش نهز شويه التليفون باش نبان مزيان ليكم. من بعد ما خويتو غادي نجبدو معرفتش واش اختي باش متبانش ليا حتى شي حاجة نطلعوكو بعد شوية هكا بحال هكا صافي ها غادي نجبدو شحال بلي تهرس يبان بحال الشق هنايا ساعة هو راه غير اختي حيت نقيين شوف اش نقيه ماسحين مزيان والله ولكن راه عرفتش ولي عندهم عام ولا عامين تكلاو العصا ديال بصح صافي غادي ندوز باش غنلصق ليهم هادو واخا معرفتش كيفاش غنلصق ليهم. السيمو اللي عرف ديك النهار اخو ماشي السيمو خويا الكبير عرفتو البنات علاش كندير بحال هكا غير باش منبقاش نفكر خاصني ضروري نشتغل بشي حاجة باش منبقاش اختي نفكر خاصني نفكر في
حيت اسرو معانا بيا غير الله سبحانه وتعالى. فهاد الحاله اللي كنصور معاكم دابا والله ما كيعجبني بيا غير الله سبحانه وتعالى. هو دابا صافي هو لصقتو صافي وغادي ندوز. اصلا راه اكثريه الحوايج غنحيدو، ما خصي حيت برد الحال بارد برد الحال وكم عارفه وخم يا ربي يا ربي يبقى رحمنا بالشتا. نحيد بزاف ديال الحوايج غادي نحيدهم، بحال هاد البيجامات ديال الصيف كلهم غادي نحيدو. وفين مشيتي خويا؟ علاش تقول لي شنو هضر هضر مشيتي وخليتيني؟ نحيد بزاف ديال الحوايج. جيب لي الطبله الطبله وحيد السطل اخويا تعادي يمكن غنحيدها ما غاديش تجيني. عرفت شو كنهضر معاكم شكون ما درتش هاد الحزمه وراسي راسي بغا يتفرقع راسي بغا يطرطق بقى جالسه وكنقنن نخمم شي حوايج. لا حول ولا قوه الا بالله. اجاتوني شحال عزيز عليا عزيز عليا، هذا شريتو في البدايه ديال الكسيده ديالي كان عزيز علاش كان تيجي قدي ويجيني واسع. دابا و 66 كتيفة تيتلبس وليت كنلبسو بودي من التحت، يعني ما بقاش توني انتوما باش نبقى باش ان شاء الله يا ربي الله يطول لنا في العمر. الصيف جاي حيت انا اختي انتوما غتلاحظوا غنجبد غير حوايج ديال العام 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 اللي فات ديال البرد، يعني ما كانش عندي جديد. تنبقى هكا محافظه على حوايجي كندير حاجه مع حاجه والله يطول لينا في العمر عاوتاني ونلبسوهم. المهم هانتوما اختي معايا ندير الطبله، حط الطبله قرب عليا هنا باش نحط فوقها التليفون فوق شقفتي. واخا هانتي اختي حيت كنت حاطه التليفون هي في الارض و تنبان ليكم بحال الضبه من التحت. المهم نحيدو هادشي. الطبله ما ممسوحاش شفتو، نجبد واحد الفوطه اختي نمسحها فيها هكدا باش ما تفزكش ليا على الحوايج حتى شي حاجه. شفتو ايوا صافي غنبقى اختي حاطه. غنحطو هادشي غيحيدوه من هنايا نحطوه. معرفتش الصراحه بزاف الحوايج خاصهم يحيدو، بزاف الحوايج ما بقاوش تيجي مني وليت تلبسهم وليت مخنشه ولا ما عرفتش حيت مريضه نفسيا يعني ما كتعجبني حتى حاجه اختي. ما عرفتش اختي ما عرفتش شنو هو الحل اختي الله اعلم. هذا غادي نحتاج يمكن نقدر نبقى نلبسو من التحت. صافي غادي نحيد وكيف ما قلت لكم غنقاد غادي نرجع معاكم بنيت نوريكم حتى المزار التحتاني ديال الخشب حتى هو اختي درتو على الحوايج حتى هو كله درتو الحوايج. المهم عقلو اختي على ويلي راه باقي الحوايج وانا جالسه كنقول حيت الاخرين جاوني طوال المزوره الاخرين باقي شلنا ما يتحيد. عندك يكون بان شعري متيبانش حيت انا يا اختي حيت انا يا هذا خاص يتبان هي شي حاجه غادي يبداو الناس يهضروا ثاني. وهذا كتقولوا لي سعيده ما تسوقيش لهضره بنادم، والله ما كنتسوق ليها. عرفتوا علاش ما تسوقش ليها؟ ولكن بعض اللحظات تتجيني اختي هضره بنادم في واحد الظروف وانت ما عالم بك غير الله وما عالم بنيتك غير الله سبحانه وتعالى وتزيدك البشر ما فهمتش تزيدك البشر. دابا انايا ماشي متنتسوق اختي للناس اللي بعاده باش نقول لكم انا كتجيني الدقه من اقرب الناس اللي فهمتوا داكشي اللي بغيت انا نشرح لكم. حيت ملي تنجاوب تنبقى الميساج يوصل وانا من داك النوع ما تنجرحش بنادم، يعني ما مثلا ما نقدرش نمشي عند بنادم نقول له قلتي انت وفعلتي انت وتركتي انت مثلا هكا كنلوح كلمات في الفيديو. ايوا لعل وعسى بنادم يدير عقلو اختي وعرف الدنيا الدنيا راه غاده وحتى شي حاجه ما دايمه. المهم خليكم معايا باش ما نبقاش نكثر عليكم في الهضره حيت كما قلت لكم من جوره دابا غنخلي مخاوي غنرجع فيه ما يحوايج كلشي. المهم غنوريه لكم شي واحد الحاجه غتموت عليا بالضحك. انا من النوع اللي موسوسه شنو تندم تنجي نطوي الحوايج اختي واخا ما فياش العرق وما فياش هادي. المهم ما فياش كان فيا راه غنقول لكم تنطختي نشم هنايا تنشوف واش كاين شي ريحه زوينه ولا لا وعاده كنطوي الحوايج. شوف راه الضحكه كتخرج بزز وحق الله راسي دايخ. المهم ها نتوما الطويه اللي كندير كيف ما وريتكم ديك النهار غير تلوي ونحط
شوفوا راه دابا هادشي كله زعما اللي غنرجع غادي يكفاني غير فنجر واحد. هانتوما حتى السراول كنشدو هي تلويمه اختي هكا صافي باش ندير لهم هكا ونحاول ما نعمرهمش باش ما يبقاش نفس الموسم. المهم الاخوه اللي متبعيني قديم او اللي شايفين اخر صوره خديتها قبل ما ندير كسيده، هذه هي الفولار اختي اللي كنت لابسه النهار اللي درت فيه كسيده، هي هذه ما عرفتش ما قدرت لا نرميها على الوالو. تصوروا فاش تنشوفها ولا تنشدها تيتزير عليا راسي بزاف، وصار بغي نرميها وما تنقدرش بزاف. غتقول لي سعيده رميها، تنبغي نرميها اختي هاي وما تنقدرش. شي لا طلع اختي شي لا طلع. دابا صفر ساليت الحوايج افتو يلا من هذاك. شوفوا من الروينه ب 30 وري هانتوما من هاد الروينه كلها، هانتوما حيدت هاد الشيء غنحيدو، وراه داك الساك حتى هو غنشوف شنو غادي ندي حيت كنت حاطه غير في الصاله، شوف شنو غندي منه شنو غنخليه. ويلا خرج دابا مزار واحد دابا اللي طويت فيه، باقي غنصايب هذا الشيء اللي غادي نديرو باش نقادو باش نخشيه صحيح صحيح. المهم مديتش خشي على الروينه الكشويه باش نجمعو فيها. دابا هذاك الشيء كاع اللي ما كنديروش هو اللي كنخشي من تحت هادو غير في هادوك الدرور، حيت خشي الدرور ما عرفتش انايا تنقول ما تيجيوش معايا والناس تيقولوا تيجيو معاك ما عرفتش. المهم ما باش ملي نبقى نجبد ما نوحلش تنديرهم هما من التحت صافي. وهادو البيرميدات تنديرهم في كنت بحال هكا باش نعرف ان البيرميده هنا ماشي هانتي اختي ما عرفتش في الكاميرا ما تيبانش مزيان في التليفون زعما، انا نهزو نوريكم واخا ثقيل. شوفوا هانتو راه فيه تيشورتات فيه سيران فيه بيرميدات فيه مهم كلشي جمعتو فيه هنايا، خلطت كلشي يعني باش ما نبقاش دايره بزاف ديال المجوره ويبقى كلشي باين ليا. انا ندوز نصايبو معاكم. هتقولي لي فين السيمو اختي؟ السيمو خرجت نعيط ما عرفتش فين مشى. غندوز غنصايبو راسي ويا ناري هذا غلب عليا اختو. راه متنساوش راه تكونو صحاح وغادي يغلب عليكم بحال هكا حيت دايزة انا غير بالجنب. يا رب يا متحشمنيش صافي. وغندوز اختي غنعلقو تا لاخر يبقى نعيط. واخيرا يا ويلي مالك الفراسة غادي خسرتي. هانتي اختي والله ما هكول الشوها صافي يلاه جوجو معايا. هانتي اختي داك اللخر باش بلا ما نقول ليك في هداك الشي ديال تبدال ستايلات وداك الشي والحفاضات وداك التخربيق راهم لتحت، هادوك ما يمكنش نقادهم معاكم. وهذا ما غندير فيه والو حيت باقي ليا التصبيغ وباقي ليا هكا واحد الكريمة ديالي مصبغة تا غنديرها فيه. وين اختي شنو ندير هكا صافي ما كيبان والو باش نبان ليكم انا ونجر صافي. هنايا غادي نحيد هادو حتى نكون غادي تشوفو هنايا تبوايا مكانش عامر حوايج درت فيه لانه نحيد هادشي لي ما عندي بيه ما يدار في ريحة السريعة. شفتو راه قلت لكم شي وسامه اوف عرفت هذا غير هذا غير المصيبه جلس هدايا. شوف عرفت هاد الكولونات شي حاجه لي واعره شريتهم العام اللي فات واحد ولا العام اللي فات واحد العام اللي فات صوروا زوينين هما اللي كنلبسهم تنرتاح حتى في الحركه بيهم صافي. غادي نحيد هادو صافي انا اختي غادي نجيب ليكم على هاديك الشوط عارفين ديال التحت. المهم هادي اختي سبان بحال التليفون باش نصور. هادي واحد العيبة ديال المعدة شوف صافي. وغنخشي هاد واحد السريب تاج هادو تقاطري هادا واحد الكيس ديال الصابون ديالي هادو شي حاجة حتى شي حاجة
صافي غادي نجمعو المهم غادي نوريه كرام. المهم ها انتم خويتاش انا قديت هادشي هاد العيبات وجيت لتحت جمعتهم في واحد البلاصيكه وشي لاخر درتهم صافي. المهم بقى كلشي مقيم مقاد هاد الشيء دابا وحق الله عاد نجلس مرتاحه غنعرف راسي حوايجي فين كاينين وحوايجي شنو كاين. المهم حنا رحيت عندنا دابا ها هو يلاه بدا زعما بركي الله يرحمنا الله يزيد كلش واحد الطوماطه هانتوما لقيتها هنا قصتها بيدي وشتوها وانا ما ديتش ما جبت في يديا. المهم وصافي اختي كبلطاتني وصافي هنايا غنسالي معاكم الفيديو كيف ما قلت لكم راه كيكون عندنا واحد البرد هنايا ما نعاودش لكم شي حاجه بزاف ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو جيت نشارك معكم خويا معكم قلبي وهانتوما ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم وما تنساوش ديروا كومونتيرات بزاف وتشجعوني بلايك وكومنتير زوين.